أقامت سفارة مملكة البحرين في مصر حفل استقبال مساء أمس بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. وحضر الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين، ونخبة من مسؤولي الدولة المصرية والسفراء العرب والأجانب ورجال الفكر والفن، حيث أعرب الحضور عن خالص تمنياتهم لمملكة البحرين قيادة وشعبا بدوام الرفعة والمنعة وتحقيق المنجزات في ظل المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى، مشيدين بعمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة. بداية أحب أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم أزم آيات تهاني وتبريكات بهذه المناسبة السعيدة بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه مقاليد الحكم. تميز العلاقات البحرينية المصرية بعلاقة قوية ومتينة وقديمة في نفس الوقت، فهناك تنسيق في جميع المجالات، هناك تعاون كذلك خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ومجال التعليم والرياضة والثقافة، وكذلك على مستوى منظمات المجتمع المدني. أنا سعيد جدا وفخور أن أشارك سفارة مملكة البحرين في القاهرة احتفالها بهذه المناسبة الغالية العيد الوطني لهذه المملكة الشقيقة الحبيبة لنا جميعا نحن المصريين والأمة العربية بأكملها. هذا العيد الوطني ليس عيدا للبحرين وحدها، وإنما لكل الأمة العربية، لأنه يذكرنا بيوم حصول البحرين على استقلالها. غني عن القول أنه المملكة البحرين تحت قيادة جلالة الملك من الدول النشطة في العمل العربي المشترك، ودائما يعني نلاحظ أنها تضع الجامعة العربية في لب أولوياتها، ودائما تحاول استضافة اجتماعات خاصة بالجامعة والسعي في مناشط الجامعة المختلفة. فنهنئ البحرين قيادة وشعبا بهذه المناسبة، ونتمنى لهم دائما دوام الازدهار والتوفيق. لا، أولا نحب أن أنا يعني الحقيقة حضرت هنا ممثلا عن دولة رئيس الوزراء المصري وعن نفسي طبعا كوزيرا للتربية والتعليم، فإحنا بنهنئ باسم الدولة المصرية يعني مملكة البحرين على العيد القومي، والبحرين دولة شقيقة يعني عزيزة على مصر جدا، فكان لازم نكون متواجدين معها في العيد القومي. إحنا كلنا في مصر، و الحق يقال الشعور متبادل بيننا وبين أهل البحرين، وبنتهز الفرصة، وده يوم عظيم في تاريخ البحرين، وبالتالي لابد أن نشارككم إن احنا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ودايما في تقدم. والله حقيقة لما نيجي نتكلم عن مملكة البحرين بنقول إن مملكة البحرين دولة عربية شقيقة بتكن لها مصر كل تقدير وكل احترام، وبتشاركها أفراحها، وإحنا عارفين إن هم بيقدسوا هذا اليوم وبيقدروه قدرا يعني، وبيعطلوا حقه بشكل جيد جدا، وإحنا بنشارككم هذه الفرحة. حابب أقول لشعب البحرين كل سنة وهم طيبين وعبال العيد المية إن شاء الله، وإحنا بنحب شعب البحرين وقيادة شعب البحرين وطول عمر البحرين ومصر إيد واحدة مع السعودية ومع الإمارات، ونتمنى الخير والرفاهية لكل الأمة العربية إن شاء الله. وشرفت بأن أنا أحضر هذه الاحتفالية الجميلة بالعيد الوطني لمملكة البحرين، وإحنا شعب واحد وأمة واحدة، وطول عمرنا مع مملكة البحرين بيحبونا وبنحبهم. ألهم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم سالمين، كل سنة وأنتم دايما محتفلين، وعبال العيد المليون إن شاء الله. فأنا بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله دايما في رقي وتقدم وازدهار، وحضرتكم دايما موجودة وواضحة، وإحنا سعداء جدا
باليوم الوطني النهارده والعيد الوطني لدولة البحرين. وبهذه المناسبة السعيدة يطيب لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لسيد جلالة الملك وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب البحريني الوفي.